السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه حلقه اخبار سريعه نقدمها لكم اول خبر راح نتكلم عنه هو بخصوص استوديو ميست ووكر هذا الاستوديو اللي قدم لنا عدد من العاب الار بي جي الممتازه خلال الجيل الماضي بلو دراجون على الجهاز المنزليه والدي اس شفنا كمان لاست دي سي شفنا ذا لاست ستوري على الوي كمان كان في مشروع اللي هو كرايون لعبه ار بي لكن ما شافت النور للاسف الاستديو هذا في شيء غريب صاير هذه الفتره انه كل شيء متعلق فيهم ميت، اكونت تويتر ميت، فيسبوك تحديثاتها يعني فقط تتكلم عن المطور الرئيسي اللي هو جوتشي موقعهم طاح حساباتهم ايميلاتهم كلها طاحت خلاص اي واحد يحاول يرسلهم ايميل ما يوصل لإيميلات ما ادري وش السالفه ما ادري وش صاير الكل جالس يحاول يتواصل معاهم فيبدو ان الاستديو خلاص نقدر نقول انه يمكن انتهى صراحه شيء حزن جوتشي كانت فكرة انه يسوي هذا الاستوديو ويحاول انه يقدم العاب ار جي ممتازه بعد ما طلع من سكوير انكس وهو كان قد عدد كبير من العاب فاينل فانسي فقدم صراحه العاب حلوه مثل اللي ذكرناها قبل شوي نتمنى اتمنى ان نشوف المزيد منهم اتمنى انه ما يكون قفل الاستوديو ان شاء الله يكون يعني اي شيء يعني صار لهم كذا بس انه ما يكون الاستوديو قفل فننتظر ونشوف ايش <applause> صار عليهم لعبة تاتون فول حصرية لأجهزة مايكروسوفت حصلت على تحديث جديد، التحديث هذا حل عدد كبير من المشاكل وكمان حسن أداء اللعبة من نواحي ثانية. إذا بشرح التحديثات الجديدة هذه اللي صارت مع الباتش الأخير أتوقع إنه بتروح حلقة كلها في هذا الشيء فأنا حطيت لكم رابط الاسفل لموقع دول شاكرز شرحها كاملة، وانتم برضو من خلال التعليقات في الاسفل اذا حسيتوا بتحسن في اللعبة واشياء كثيرة انحلت يعني، فخلنا نتناقشها في الاسفل. دراجن ايج انكويزيشن تعتبر واحدة من اكثر العاب الار بي جي غربية المنتظرة هذا العام، راح تنزل باذن الله تعالى تقريبا على جميع المنصات، وراح يكون هذا الشيء في الربع الثالث ويمكن الربع الرابع يعني تتأجل اتوقع يصير شيء زي كذا يخلونها الموسم الاعياد، فاللعبة عموما طلعت صورة شخصية جديدة اسمها فيفيان. أو واحده من الشخصيات راح تشارك البطل في مهمته وكمان تم عرض صور كثير من داخل اللعبه تعرض لك التنانين وعمالقه وكذا الحين شايفين بعض الصور قدامكم بقيت الصور راح تحسون رابط حقها موجود في الاسفل شغل جدا ممتاز باي وير زمان كانوا قد قالوا انهم من بعد ما شافوا سكايرم حسوا ان دراج نيت لعبه وضيعه يمكن تكون جنب سكايرم فهدفهم ان يقدمون لعبه الحين اكبر بكثير من السابق سواء كعالم سواء من ناحيه الرسوم سواء من ناحيه كل شيء طبعا هذا الشيء كمان كان تأثير اكبر ليش ان دراج كانت شغل سريع سريع مقارنه بدراجن ايج الاولى فلما نزلت تو كانت مستواها سيء سكاير نزلت كان مستواها كبير جدا هذا الشيء خلنا نحن وجيهم يقدمون لعبه افضل الحين طبعا هي لسه ما نزلت ما نقدر نحكم على هذا الشيء لكن المظهر المعلومات جالسين نشوفها لعبه شكلها فعلا ممتازه <applause> نختم الحلقة بخبر اللي هو ان في جهاز اكس بوكس 1 ابيض للي مهتم ينباع الحين في موقع اي باي سعره مو غالي مرة 2700 دولار بس يعني بالريال السعودي شيء 10000 ريال وفوق فاللي وده ياخذه فالجهاز موجود رابط موجود تحت اشتراه سنة هديه ما اقول لك لا وعشان تكونوا في الصوره الاجهزه البيضاء هي كانت خاصه فقط بموظفين مايكروسوفت اللي ساعدوا في صناعه جهاز الاكس بوكس 1 يعني كان لاي دور في اي شيء تصميم ولا حاجه زي كذا اعطوهم هذه الاجهزه يمكن وقت الحلقه يكون في احد قد اشترى الجهاز فما لي شغل ترى يعطيكم العافيه على المتابعه ان شاء الله اكون كفيت ووفيت في حال عجبكم الفيديو اشتراك لايك كل شيء ممكن تسوونه في الحياه وشكرا لكم مره ثانيه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم تخليك قوي وامور زي كذا تبدا بقدره واحده بعدها كل ما تتقدم تجي لك قوه ثانيه حب على حسب القصه و... اي مجموع القوه هي اربعه اربعه اي فبخليها مفاجاه بس اول قوه قدره هي الدخان فل... <applause> من الدعايات فلعبه على مختلف المنصات وهذا الشيء صار يخليه يخاف لانه وش الرجال في لعبته تصميم العصفور تصميم الانابيب اللي موجوده هذه كلها مسروقه من شركات ثانيه يعني الأنابيب اتوقع كل عارف انها من ماريو